الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله هدى للناس وبيان، وجعل فيه حياة للقلوب ونورا للعقول وزكاة للنفوس وعصمة للبشرية من الزلل والخلل. قال تعالى في القرآن الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الجمع الكريم، ضيوفنا الأكارم، حياكم الله بتحيته وجمعكم على مائدة القرآن الكريم في أحب البيوت إليه. وإنه في ليلة عظيمة مباركة تسمى بليلة القدر من ليالي شهر رمضان المبارك، منح الله تبارك وتعالى البشرية نوراً يضيء لها الطريق ويهديها إلى أقوم السبل في كل مجالات الحياة. ووزارة الأوقاف تقوم بدور غير مسبوق في خدمة القرآن الكريم والعمل على الرقي بحفظة القرآن الكريم، إيمانًا منها بدور القرآن الكريم في إصلاح الحياة والأحياء والرقي بالمجتمع ورفعة الوطن ورخائه واستقراره، وكل ذلك برعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورعاية فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية. فأكرم بقوم أكرموا القرآن وضحوا من أجله بالأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا تفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا، يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا وأصلح به ما ساء من دنيانا، يا رب أكرم من يعيش حياته حافظا لكتابك لا يتوانى. وخير ما نبتدئ به هذا الحفل الكريم الذي نقوم فيه جميعا بتكريم حفظة النشاط الصيفي بقرية ناي، ونحن جميعاً نأخذ الشرف والكرامة من القرآن الكريم. وخير ما نبتدئ به تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الكريم محمد عزب أحمد عزب قارئ مسجد الشرطة، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله،
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الرحمن الرحيم. هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حقا إنه كلام الله يعلو ولا يعلى عليه، من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ أحمد محمد عزب